بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تنشكر القناه على هذه الاستضافه هذه، والتنظيم ديال البارح كان واحد التنظيم اللي هو في المستوى العالي. تنهنى المغاربه اولا على هذا التتويج اللي توجوا اربعه ديال الالقاب، منهم وليد الركراكي وبونو والاخت التاغناوتي والفريق الوطني اللي وصل للنصف النهائي ديال كاس العالم. هذا شرف لنا كبير، وتنهنيهم جميع كلهم. وعاوتاني تنبغي نشكر المنظمين والناس اللي سهروا والاخوان كلهم اللي سهروا على التنظيم هذا. راه تنظيم كبير بزاف، وفينا حضرنا بعض التنظيمات في دول اخرى، يعني تيكون واحد المغرب كان في واحد المستوى اللي هو كبير بزاف. تنتمناو ليه دائما ينضموا بحال هاد التظاهرات هادو في المغرب. وهنيئا المغاربة وهنيئا الناس اللي تتوجوا، وشكرا. وهو المنتخب الوطني غادي في واحد خط تصاعدي مزيان، الفريق الوطني. بالنسبة للبطولة ديال القسم الأول والقسم الثاني، تنشوفوا دائما الفرق اللي هما تيكونوا في الصدارة راه هما في الصدارة، يعني خاص الفرق الأخرين حتى هما اللي يعطيهم واحد الدعم شوية باش حتى هما يوليو تيدابزوا على الألقاب. ما نبقاش واحد التنافسية، تنافسية كبيرة، لا ما يبقاش الألقاب محتكرة غير على الجيش، الوداد، الرجاء. خصهم يعطيو واحد الأهمية للفرق اللي هي تتكلاسي العشرة 11 12، حتى هادو حتى هما يعطيهم واحد الأهمية ويعطيهم واحد الدعم ويعطيهم واحد السند اللي يمكن لهم حتى هما مثلا يعود يفوزوا بالبطولة وكأس العرش إن شاء الله. شكرا. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيت بريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.